الوسط الخارجي. وعندنا أمثلة. أول حاجة انتفاخ، أول حاجة انتفاخ أكبر حجم ثمار انتفاخ، أو انتفاخ يعني كبر حجم ثمار الفاكهة المنكمشة. لو جبنا شوية بسلة ولا حاجة مكرمشة ليها يومين ثلاثة مقطفة مثلا، فتروح حطيت في شوية مية، فهتلاقيها تبدأ تاخد ايه سطحها، يبقى بدل ما هو متعرج هيبقى ياخد السطح الطبيعي كأنها على النبات، وتبدأ تنتفخ اللي هي الحبوب الضامرة دي. ليه؟ لأن المية دخلت فيها بسبب الضغط الأسموزي. طيب، ودخول الماء إلى الخلية بيدخل إلى الفجوة العصارية التي تزيد في الحجم، فيندفع السيتوبلازم وما فيه في السيتوبلازم إلى الجدار الخلوي. طيب، نمرة 2، انكماش وضمور أو زوال الانتفاخ أو التوتر الموجود في حبوب البسلة أو الفول أو البذور مثلا، أي بذور نباتية. فعندما نتركها لمدة معرضة للهواء الطلق هنلاقي إنها عن طريق التبخير مثلا تفقد المية، في نتح يطلع مثلا، حاجة زي كده. في فقدان المية للخلية هنلاقي نبدأ إن حبوب البسلة تبدأ تكرمش بعد يوم ولا يومين دي كده. فعندنا هنا ايه الخلية منكمشة اهي، والفجوة العصارية صغيرة والخلية نفسها صغيرة شكلا، والتركيز الداخلي في الفجوة العصارية عالي، المية حواليها وسط مية، فالمية عشان الوسط هنا التركيز عالي، فهتروح داخلة جوه ده جوه الخلية وتدخل جوه الفجوة العصارية لغاية ما يتساوى التركيز، ثم يقل التركيز في الفجوة العصارية، فهتضطر المية تخرج من الفجوة العصارية للوسط الأعلى تركيزا، اللي هي المية اللي خارج الخلية، فترجع تنكمش تاني ده. وذبول وارتخاء اللي هي الأوراق والسيقان أو السوق أو السيقان وأوراق النباتات العشبية عند جفاف التربة. ليه؟ لزوال انتفاخ الخلايا. السبب زوال انتفاخ الخلايا نتيجة ايه؟ ان الخلايا فقدت الماء بسبب الضغط الاسموزي، فتزول الدعامة الفسيولوجية، فعندنا الضغط الاسموزي والخلية بيبقى ضغط اسموزي عالي بسبب ايه؟ التركيز في الخلية، تركيز المحلول بيبقى عالي التركيز، والمية طبعا تركيز اقل، فالمية عن طريق الضغط الاسموزي تدخل للخلية، فيزداد حجم الفجوة العصارية او الخلية كلها، وتشد نفسها الجدار يتشد فيتوتر فيديله ايه صلابة، وبعد كده هيخف التركيز داخل الفجوة العصارية وهيكون أقل من المية اللي بره، فهيروح المية اللي في الفجوة العصارية تخرج إلى الماء الموجود خارج الخلية. فعند انتفاخ الأنسجة، في الخلايا الداخلية، عند دخول الماء إلى الفجوات العصارية بالخلية، عن طريق الخاصية الاسموزية او الضغط الاسموزي، فهيؤدي الى ايه؟ الى استقامة السيقان او الساق والاوراق والنباتات العشبية عند ري التربة، يؤدي السيقان بتاعتها والاوراق بتاعتها وهي عشبية يعني قريبة من سطح الارض، فهي هتبدأ تنتفخ خلاياها ويتوتر الجدار الخلوي نتيجة دخول المية إلى الفجوة العصارية في الخلايا بتاعة العشب. وتعتبر الدعامة الفسيولوجية مؤقتة. ليه؟ لأن المية بتدخل وترجع مؤقتة، لأن عملية دخول أو خروج الماء من الخلية يتوقف على إيه؟ عملية دخول أو خروج الماء من الخلية يتوقف على إيه؟ يتوقف على الضغط الأسموزي داخل الخلية، يعني الفجوة العصارية، وبين الوسط الخارجي، فهيبقى في فرق في الضغط بين في التركيز بين الوسط الخارجي
والفجوة العصارية والوسط الخارجي اللي هي التربة والمية الموجودة في التربة، وهي عملية طبيعية فسيولوجية، فإيه تتكرر، المية تدخل وتطلع، تدخل وتطلع، تدخل في وقت وتطلع في وقت، أنت بتروي المية تدخل، أنت بطلت ري المية تخرج. لذلك تعتبر الدعامة الفسيولوجية دعامة إيه؟ مؤقتة. ليه؟ لأن الصلابة والتوتر بتاع الغلاف أو الغشاء البلازمي أو الجدار هيكون بسبب دخول المية، والمية مش ثابتة هتطلع، يبقى إيه؟ هيبدأ ينكمش تاني والصلابة تضيع والحاجات دي تضيع. فتكرار عملية امتلاء الخلية بالماء ثم فقده وهكذا، فعند فقد الماء تضعف الدعامة وتزول وينتهي التوتر للجدر الداخل الجدر بتاعت الخلية، فيبقى الخلية دخول المية وخروجه طبقا للضغط الأسموزي، والفرق بين الضغط الأسموزي بين الخلية والوسط في التركيز بتاع المحلول الموجود في الفجوة العصارية والمية الخارجية. تعريف الدعامة الفسيولوجية عشان نعرفها، تعريف الدعامة الفسيولوجية هي دعامة مؤقتة تتناول الخلية نفسها ككل، وذلك بدخول الماء لخلايا النباتات أو النبات بالخاصية الإسموزية، فتنتفخ وتصبح ذات جدار متوتر، فيكتسب النبات دعامته وصلابته. طيب بعد كده عندنا الدعامة التركيبية.